اكثر شيء الام بتخاف على اولادها لما يفوتوا على المطبخ بغيابها. ديروا بالكم من السكين، ديروا بالكم من الغاز، لحدا يقرب عم بطبخ، لحدا يقرب تماماً. بس لا يستوي الغداء. خلونا نروح لعند الشيف حسن ونشوف شو محضرنا من مقادير وكيف طريقه التحضير. تفضل يا شيف. شكرا ورد، شكرا عيا. يسعد صباحكم عن جديد. نحن اليوم عنا حساوي ناجتس بدنا نقليهم. حنقول المقادير سوا مع بعض. عنا جاج حوالي تقريبا كيلو جاج مفروم جاهزين فيه بالنسبة الدهون خفيفة. عنا فلفل أبيض، عنا ملح، عنا بصل بودرة، عنا توم بودرة، وعنا زنجبيل. وحنضيف لهم كمان بالأخير حنضيف لهم شي تقريبا معلقتين أو ثلاث معالق حليب بودرة، وحوالي تقريبا بين الربع والنص كاسة حليب سائل. وبدنا نسمك الخليط بالكعك المطحون. الكعك المطحون هو مهمته انه يمتص السوائل تبع الدجاج ويخلي الخليط كلياته يجمد مع بعض. وبالنسبه للكه تبع الناجتس بس لنخلصهم طبعا بنحطهم دوائر، وبدنا نلكهم بالطحين والبيض والكعك. هلا حنشوف شلون تقريبا شلون حنساوي اللكه مع بعض، وممكن نحن نحشيهم كمان ممكن جبنه يطلع نكهتها اطيب والز. وشان الزينه في عنا مايونيز ومخلل وخس، وهي طريقه طبعا بنشوفها بالاخير وقت التقديم شلون حنساويها. هلا حنبلش نحن تطبيق الخلطه مع بعض. بدنا نستخدم ايدينا لانه لازم يندعك الدجاج مزبوط وبعدين نريحه. هلا حنبلش اول شيء حنحط الفلفل الابيض حوالي تقريبا ربع معلقه لنص معلقه على هو كمية الدجاج طبعا عند ست البيت. والملح طبعا الملح بدنا ندوق ننتبه للملح كثير لانه بدنا نشوف المكونات بالاساس. يعني انا مثلا ما راح كتر كثير ملح لانه دقت الكعك المطحون فيه شويه ملوحه، بقى بننتبه لهي القصه كثير. وطبعا الثوم البودره والبصل البودره في كمان في نسبه ملوحه، فيهم نسبه ملح. هلا حطينا البصل البودره، هلا حطينا الثوم البودره، هلا هيك على مهل بنشتغل. هاي الزنجبيل. هلا بنبلش نحط البصل البودرة، عفوا الحليب البودرة، حوالي معلقتين او ثلاث معالق. هو كل ما كترنا حليب بودرة بتطلع نكهتها اطيب وانعم بتطلع بالاكلة. بنبلش ندعك شوي مع بعض قبل ما نضيف السوائل، وباخر شيء بدنا نضيف الكعك المطحون. بس لناخذ المكونات كلياتها مع بعض. طبعا مثل ما قلنا يستحسن انه تلبس ست البيت كف وانظف، طبعا اكيد النظافه بتكون ايدينا نظاف، بس يستحسن انه نلبس كف. وطبعا انه عم نستخدم الدجاج او اي نوع لحوم بالذات لانه بالاساس هو بتنمو فيه بكتيريا كثير قويه اذا انتركت. شايفين هيك بلشت تلاقي الخليط طري، بدنا نحن نخليه نجمده اكثر شوي. لسه كمان لسه بدنا نطريه اكثر شوي بعدين نجمده بالكعك المطحون. هلا جايبين لي الدجاج شوي بارد كثير متلج تقريبا، بقى ايدي صاروا باردين. هلا بنضيف الحليب حوالي تقريبا ربع كاسة حليب. هلا الخليط بصير تقريبا كتير مريق، نحنا بدنا نسمكه مثل ما قلنا بالكعك المطحون. هلا بنبلش نحط الكعك المطحون، نحط كمية صغيرة شوي شوي، نشوف قديش بنعتاز. يمكن نعتاز اكثر على هوا جمادة الخليط. طبعا الخليط هلا حتى لو لساته كان مريء شوي، لسه الكعك لسه ما غب السوائل، بدنا نتركه برا بالبراد شوي، نريح الخليط تقريبا حوالي شي ربع ساعة او نص ساعة لبين ما كل يتجانس الخليط كلياته مع بعضه.
نحن بدنا اياها تقريبا جامده شوي لانه بس لتجمد مزبوط مشان نقدر نكورها ونشكلها ونحشيها. هلا حشيها نحن جبنه موزاريلا، ممكن قشقوان، ممكن جبنه حلوم، ممكن جبنه بيضه، على هو متوفر بالبيت. هلا الخطوه اللي بعدها بدنا نجهز نحن بالنسبه لللكه تبعها. حنجهز هلا البيض، البيض طبعا هلا هيك شايفين قوام الخليط، هلا بده يرد يرجع يجمد وينحط بالبراد. هلا هيك تمام. هلا مضطر انا اشلح الكف. هلا سامحوني شوي بدنا نكسر البيض اول شيء لو بايدي. هلا حنحاول نحن بس بدنا الخليط بس لنخلط البيض بدنا نحط له شوية مي عشان يضل سائل معنا، نحن ما بدنا اياه في المطة تبع البيض، هلا لسه في مطة بدنا نحط له كمان شوية مي. هلا صار عم ينقي التنقيط، صار هيك تمام، هلا هيك صار تقريبا الخليط بالنسبة للبيض جاهز. طبعا نحن مثل ما قلنا اللكة بدنا نبلش اول شيء طحين بس لنحشيهم ونكورهم، بدنا نبلش طحين بيض كعك. وطبعا نحن مثل ما قلنا هلا بدنا نحطهم بالبراد حوالي تقريبا ربع ساعة لنص ساعة ونجهزهم. وحبلش انا فيهم شوي وبنشوف شلون بنقليهم مع بعض، وخليكم كم قطعة بنشوف شلون بنجهزهم مع بعض وشلون بنكورهم وبنجهزهم ان شاء الله. مرة جديدة لعند الشيف حسن أبو السرور لنشوف التشيكن ناجت وين صار فيها. تفضل يا شيف. يسعد صباحكم مرة ثانية، شكرا لكم. نحن مثل ما قلنا عم نساوي الناجتس، خليناها تجمد شوي، حطيناها بالبراد حوالي شي ربع ساعة. لبين ما تجمد شوي، كان لازم تجمد أكثر شوي بس ما عندنا نحن عنا كثير وقت. هلا حبلش أنا تقريبا ببلشت شوي بمساواتها، حنشوف هلا شلون حنساويها سوا على الهواء وننزلها رأسا بالزيت وشلون بنقليها. الأول شغلة ناخذ حوالي تقريبا مقدار معلقة، طبعا لابسين كفوف مشان النظافة أكيد. نحاول نكورها قد ما فينا. ناخذ بعدين جبنة، قطعة جبنة بهالشكل هاد، ومسكرها. نحاول نسكرها قد ما فينا ومنحاول نرد نرجع نكورها مرة ثانية. هلا بننزلها بالطحين بهالشكل هاد ومنحاول نكورها مرة ثانية. طبعا الشغل بالكفوف اسهل كثير، ما بتتوسخ ست البيت ايديها، بس يعني اذا متواجدين اوكي. نصفيها شوي من البيض، بنرد بننزلها بالطحين بالكعك بعد البيض الكعك، ونكورها مره ثانيه. هلا هيك تقريبا جاهزه، هلا بترد تكمش هي مره ثانيه جد الكعك. حنبلش هلا نبلش نقلي شوي، انا ساويت كمان قطع بدون جبنه مستطيلين، يعني هالاكله لانه هي خرج اولاد وخرج كبار سوا وكثير لذيذه وكثير طيبه. حنبلش ننزل شوي بالزيت، نرد نكورها بهالشكل هذا. طبعا ننتبه على ايدينا الزيت. هلا هيك طبعا مثل ما قلنا بننتبه كثير من الزيت، نحاول الزيت ما نخليه على حراره كثير قويه، حراره متوسطه مشان يستوي الدجاج من جوا، بتوصل الحراره لوسط الجبنه من جوا. شايفين بعد ما تكورت صارت تقريبا بعد ما نلكت بالبيض والكعك والطحين صارت اجمد شوي كمان اكثر. هلا هننزل هلا بهدول، هلا بنساوي وحده كمان على الهواء، بنحاول نشكلها قد ما فينا بايدنا بالشكل هذا بشكل مستطيل او مربع على هوا رغبه ست البيت. هلا هدول ساويناهم مستطيلين، هلا حنساوي نجرب نساوي واحد مربع، هي كميته بتجي اصغر شوي
من من العادي. بنحاول اول شيء بنكور بعدين بننزلها. نحن عشان نقدر نتحكم فيها اكثر بتكون هي دجاجه مدبق، بنحاول نحط طحين اول شيء ومنشكلها، بنحاول نشكل قد ما فينا فيها طبعا. هلا لو كان اجمد شوي، لو كان معنا وقت اكثر شوي نحطها بالبراد كان جمدت اكثر وكان فينا نشكلها بشكل اقوى. هلا هيك بنحطها بالبيض بنرفعها. هاي طبعا اذا كانت بهالشكل هذا مستطيل او مربع ما رح نقدر نحشيها جبنه. بنحاول نرد نشكل قد ما فينا فيها عشان تكون موديلها مناسب للي بدها اياه ست البيض. هلا هيك تقريبا بشكل مربع ومننزل على اسان بالزيت. هلا بنحاول نقليهم، نحاول نغوص الزيت اكثر شوي، نقلبهم بالشكل هذا. هلا هذا الكعك بالاساس هو فيه حبه بركه، بنحاول كمان نساوي كم وحده ثانيات. هلا ننزل هي الزيت، نساوي اخر وحده مع بعض. نحشيها جبنه بهالشكل هذا، مجرد انه نتحشى هيك الجبنه بنسكرها سكرت. سألتها كثير سهله تحشيه الجبنه، في كثير ستات بيوت بياكلوا هم احيانا انه شلون بدنا نحشيها وشلون بدنا نساويها. كثير سهله وبسيطه. هلا هيك صفيها من البيض ونلك عليها الكعك. هلا بس بدنا صحن عشان نقيم الجاهزين، لانه بلشوا يجهزوا ما بياكلوا كثير وقت. لونها حلو مقمره ومستويه من جوا. هلا طبعا نحن حنكمل كل الكميه وبنشوف التقديم تبعها بالاخير شلون حيكون. نحن كملنا القلي تبع الناجت كلياته وزيناها بهالطريقه هي كاقتراح تقديم. هي طبعا محشيه بالجبنه وحطينا شويه خردل ومايونيز ومخلل وخس. محشيه جبنه تماما. ممكن طبعا ست البيت تساويها كشكل ساندويش للاولاد كمان كثير. هي بيقولوا هي اكله الاطفال، الاطفال الصغار والكبار. تماما. يعني بياكلوا وبينبسطوا فيها ولقمه لقمه على الماشي. طبعا طبعا يعني. بتكون جيدة. يعطيك العافيه شيف، شكرا كثير لك، عن جد هيك المنظر بشهي جدا.